بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المشتريات، وقلنا أن المشتريات أخذت اللي هو القاعدة رقم 3 وهي من الحسابات المدينة، سنتحدث الآن عن المصاريف. طبعا عندنا المصاريف عبارة عن مصاريف تشغيلية ومصاريف إدارية ومصاريف تمويلية ومصاريف تأسيس. لا، نحن هنتكلم عن المصاريف التشغيلية. طبعا المصاريف التشغيلية من اسمها هي عبارة عن النفقات التي تقوم الشركة بتسديدها أو بتحملها، يعني بتتحملها الشركة مقابل ممارسة نشاط. يعني لا نستطيع ممارسة أي عمل أو أي نشاط إلا ويكون هناك مصاريف تتكبدها الشركة أو تقوم بإنفاقها، وهذه المصاريف ضرورية جدا اللي هو ممارسة العمل. طبعا في تعريف اللي هو علمي اللي هو مقدار التضحيات اللازمة للحصول على الخدمة. يبقى المصروف لازم يترتب عليه خدمة. فأنا اليوم عندي كهرباء، أنا إيش اللي بدفعني أدفع اللي هو الكهرباء؟ خدمة الإنارة. إيش اللي بدفعني أدفع اللي هو الاتصالات؟ خدمة اللي هو إيه؟ أو فاتورة الجوال، خدمة الاتصالات. إيش اللي بدفعني أدفع راتب للموظف؟ خدمة اللي هو إيه؟ العمل. وهكذا. يبقى كل مصروف في الدنيا مرتبط بخدمة معينة. عندنا أشهر المصاريف اللي هي مصاريف الكهرباء، مصاريف الإيجار، مصاريف الهاتف، مصاريف الدعاية والإعلام، مصاريف الصيانة والإصلاحات. والقاعدة تحت المصاريف، هنكتب القاعدة قبل ما إيه؟ قبل ما نحلل السؤال، اللي هي القاعدة رقم 4. القاعدة رقم 4 اللي بتقول اللي إنه المصاريف من الحسابات المدينة، يعني تأخذ صفة إيه؟ صفة مدين. يبقى المصاريف تأخذ صفة مدين. الآن لو رجعنا للأسئلة كلها هنلاقي إنه الأصول أخذ صفة المدين. الأصول أخذت صفة المدين، المشتريات أخذت صفة المدين أو المدينة سيان مؤنث أو مذكر، والمصاريف أخذت صفة المدينة. هنجد بعد هيك إنه صفة المدينة هذه صفة أكثر انتشارا في علم المحاسبة. طب تعال مع بعض، عندنا اللي هو مصاريف الكهرباء، جيد، وعندنا نقدا اللي هو الصندوق. خلينا نكتب اللي هو مصاريف، هاي نستعيد اللي هو بحرف الميم، مصاريف الكهرباء، وعندنا اللي هو الصندوق. تمام، يبقى مصاريف الكهرباء والصندوق. مين المدين؟ حسب القاعدة مصاريف الكهرباء مدين. يبقى إذن الصندوق هيكون إيش؟ هيكون دائن. طيب تعالوا ناخد أمثلة شفهية على هذا الموضوع. لو قلنا مثلا تم تسديد راتب الموظفين والبالغ 500 دينار نقدا. راتب الموظفين اللي هو عبارة عن مصاريف الرواتب نقدا اللي هو صندوق. صار عندي مصاريف رواتب وصندوق. القاعدة مصاريف الرواتب مدين، يبقى الصندوق دائن. طب ناخد مثال آخر. تم تسديد مبلغ 200 دينار مصاريف قرطاسية نقدا. يبقى عندي مصاريف قرطاسية وعندي صندوق. المصاريف مدين والصندوق دائن. ناخذ مثال آخر. تم تسديد مبلغ 200 دينار مصاريف صيانة وإصلاحات نقدا. يبقى عندي مصاريف صيانة وإصلاحات وعندي اللي هو إيه؟ صندوق. ممكن في الامتحان أو في أسئلة ما يقولكش كلمة مصاريف بالمرة، يقول لك تم تسديد فاتورة الهاتف بقيمة مثلا 100 دينار نقدا. ايش هنا فاتورة الهاتف؟ يعني مصاريف الهاتف، مصاريف الهاتف. وهكذا بنكون ايه؟ اكتفينا في موضوع المصاريف، والقاعدة الأساسية للمصاريف انها مدينة، وبتبعها طبعا الصندوق او البنك دان. طبعا مش شرط كل السداد يكون من خلال الصندوق، يعني ممكن انا اسدد مصاريف الكهرباء بشيك، ممكن اسدد مصاريف الهاتف بشيك، وهكذا. الأصل إنه المصاريف مدينة، وطريقة التسديد سواء نقدا أو بشيك
الودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.